في سن 41 عاماً أعلن الأسطورة السويسري روجر فيدرر أنه سيعتزل لعبة التنس بعد بطولة كأس ليفر المقررة الأسبوع المقبل في لندن، بعد أن حقق 20 لقباً في بطولات الجراند سلام وترك بصمة لا تمحى في تاريخ كرة المضرب. وبعد أقل من شهر على إعلان الأمريكية سيرينا ويليامز اعتزالها، وهي علامة فارقة وأسطورة أخرى في عالم الكرة الصفراء، دقت ساعة الرحيل بالنسبة لفيدرر في حقبة تجتاح فيها الملاعب موجة جديدة من اللاعبين الشبان الموهوبين. وقال فيدرر في بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: كأس ليفر الأسبوع المقبل في لندن ستكون آخر مشاركة لي في بطولات ATP. وأضاف النجم السويسري: سألعب المزيد من التنس في المستقبل بالطبع، لكن ذلك لن يكون في بطولات جراند سلام أو في دورات المحترفين. ودون فيدرر اسمه بأحرف من الذهب في سجلات الكرة الصفراء بعد أن حصد 20 لقباً في بطولات الجراند سلام خلال مسيرته التاريخية. وفي حين أن سجلات الألقاب وحدها لن تروي القصة كاملة أبداً، قد يكون أسلوب فيدرر الأنيق هو الذي يميزه عن أقرانه أكثر من عدد الألقاب. ومع مغادرة فيدرر ملاعب الكرة الصفراء، تنحصر معركة الأفضل بين الإسباني رافائيل نادال البالغ من العمر 36 عاماً والصربي نوفاك ديكوفيتش الذي يصغره بعام، في حين ترك الأسطورة السويسري بصمة لا تمحى في الرياضة ضامناً مكانته في التاريخ.